بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيخص الأسر المسجلة في برنامج تيسير. إذا كما كتعرفوا بأن برنامج تيسير كيوزع واحد المساعدات مالية للأسر لتدريس بناتها وأبنائها في المدرسة العمومية. إذا في هذا الفيديو سأتكلم حول انطلاق التحويل المالي الأول للأسر المسجلة في برنامج تيسير. سأتكلم حول تاريخ الدفعة الأولى. إذن هذا الفيديو برعاية تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معي. إذن مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية، مذكرة بتاريخ اليوم الاثنين 15 من يونيو 2020 في شأن إطلاق عملية التحويل المالي الأول في إطار برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2019-2020. إذا المذكرة هي هذه، الموضوع ديالها هو إطلاق عملية التحويل المالي الأول في إطار برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي الحالي 2019-2020. إذا نقرأ المذكرة. إذا سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله وبعد، ففي إطار تنفيذ مخطط التحويلات المالية المشروطة لبرنامج تيسير برسم الموسم الدراسي الجاري 2019-2020، وبعد أن حالت الظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 دون تنفيذ التحويلات المالية المبرمجة خلال السنة الدراسية الحالية، وسعيا منها لتمكين الأسر المسجلة في البرنامج من الاستفادة من مستحقاتها وبناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت في هذا الصدد مع مسؤولين من مؤسسة بريد بنك التي تشرف على تنفيذ التحويلات المالية للبرنامج، يشرفني أن أخبركم أن الوزارة ستقوم بإطلاق عملية التحويل المالي الأول لبرنامج تيسير، وذلك ابتداء من 22 يونيو إلى غاية 22 يوليو 2020. إذن في هذه الفقرة قالت الوزارة بأنه نظرا للظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 هي اللي خلات أن الوزارة تعطلت في التحويلات المالية الخاصة ببرنامج تيسير، حيث كما كنعرفوا بأن الأسر كتستافد من هذا البرنامج ديال تيسير كل 3 شهور كتستافد. بالنسبة لهذا العام ما استفدش لا من الدفعة الأولى لا من الدفعة الثانية ولا من الدفعة الثالثة. علاش؟ برات الوزارة هذه المسألة هذه فقط بالظروف الاستثنائية ديال كورونا كوفيد-19، وبأن الناس غادي يستفدوا من التحويلات المالية ديالهم، والتحويل المالي الأول غادي يبدأ نهار 22 في هذا الشهر هذا يونيو، وغادي يتسالى حتى 22 يوليوز 2020 حتى 22 في شهر 7. إذا نكملوا القراءة ديال المذكرة. ومن أجل ضمان ظروف مواتية لتنفيذ هذا التحويل المالي على مستوى الوكالات البريدية وكالات بريد كاش التابعة لمؤسسة بريد بنك، وتجاوز الإكراهات والصعوبات الميدانية المحتملة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية والعمل على احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها، فإنني أدعوكم إلى التنسيق مع السلطات المحلية من أجل وضع آلية لتنفيذ هذه العملية مع اتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية التالية قبل الانطلاق الفعلي للتحويلات المالية. إذا هنا الوزارة تدعو مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذلك المديرات والمديرين الإقليميين لتوجيه السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لتفادي انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. إذا هنا عندنا مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، حث السيدات والسادة المنسقين الإقليميين للبرنامج من أجل التنسيق مع المسؤولين الإقليميين لمؤسسة بريد بنك لإعداد برمجة زمنية لتنفيذ هذا التحويل المالي خلال الفترة المخصصة لهذه العملية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإكراهات المجالية مع تحديد نوعية الشباك لتنفيذ التحويل المالي حسب كل مؤسسة تعليمية، شباك ثابت ولا متنقل، وكذا استثمار أمثل للوحدات المتنقلة التابعة لمؤسسة بريد بنك خاصة لتغطية المناطق النائية. هذه النقطة الأولى كتقول بأنه خص التنسيق مع الناس اللي مكلفين بهذا البرنامج تيسير مع الناس ديال البريد بنك باش تكون واحد الاعداد لواحد البرمجه زمنيه ديال كل مؤسسه وعندها وقت محدد ديالها، باش ما يكونش هناك اكتظاظ على الشبابيك وعلى المؤسسات ديال بريد بنك. وكذلك تقول لهم بانه ممكن استعمال الوحدات المتنقله باش يخلصوا الناس وخاصه في المناطق النائيه.
نقطة ثانية، العمل على تقاسم البرمجة الزمنية المصادق عليها من طرف الشركين مع السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج. إذا هاد البرمجة اللي غادي يعملوها المنسقين ديال البرنامج تيسير مع المنسقين ديال البريد بنك، خصهم يعلموا المؤسسة التعليمية، يعني المدراء ديال المؤسسة التعليمية، باش كل مدير ديال شي مؤسسة تعليمية كيعلم الأسر المستفيدة من هذا البرنامج. إذا نكملوا القراءة ديال المذكرة. النقطة الثالثة، التنسيق مع الأسر المستفيدة من التحويل المالي من طرف رؤساء المؤسسة التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بالجدول الزمنية لتنفيذ التحويل وكيفيات إجراءات استلام المنحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. والنقطة الثالثة، كدعو المؤسسة التعليمية أنها توجه المستفيدين والمستفيدات من هذه التحويلات المالية بأنهم ياخذوا الحيطة والحذر وياخذوا الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما أنه من الضروري السهر على احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها للحد من انتشار الوباء، وكذا توفير الظروف اللوجستية اللازمة للفرق الإقليمية من أجل تتبع تنفيذ التحويل المالي وضمان ظروف مواتية لإنجازه داخل الأجل المحددة لهذه العملية. إذا هذه هي المذكرة من أهم النقاط. النقطة الأولى، انطلاق التحويل المالي الأول لفائدة الأسر المسجلة في برنامج تيسير ابتداء من 22 يونيو إلى غاية 22 يوليوز 2020. إذا هذه المعلومة المهمة الأولى، بأنه هاد التحويلات المالية غادي تكون ما بين 22 في شهر 6 و22 في شهر 7، يعني شهر ديال التحويلات المالية. كل مؤسسة تعليمية عندها وقت محدد. النقطة الثانية، اعتماد كل الوسائل الممكنة لتحويل الدفعة الأولى للأسر، وذلك بالاستعانة بالوحدات المتنقلة التابعة لبريد بنك لتسريع وتيرة التحويلات المالية. إذا هذه النقطة هذه كتأكد بأنه مؤسسات بريد بنك ممكن تستعمل الوحدات المتنقلة التابعة لبريد بنك باش تسرع الوتيرة ديال التحويلات المالية، باش توزع هذه التحويلات في المدة المحددة، يعني اللي هي شهر من 22 في شهر 6 حتى 22 في شهر 7. النقطة الأخيرة هي ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا. إذا النقطة الأخيرة كتأكد بأنه من الضروري احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي دايرها البلاد باش تحد من انتشار وباء كورونا. إذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى أنكم تكونوا دائما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.